واش في خبارك باللي في الاستوديو ديالك محتاج كاسكو مونيتور ستوديو وماشي اي كاسكو مونيتور؟ في هذا الفيديو غادي نعرفوا علاش. الاستوديو ديالي من الطبيعي انا اللي غنبغي نصوب الصوت، اذا من الطبيعي ما خاصنيش نستعمل كاسك او لاباف اللي مزوق في الصوت ديالو، زعما زيد في لي باس او لا زيد في شي حاجه اخرى. دونك اول شرط في لي مونيتور او لا كاسك ستوديو هو انه يكون فلات. لي مونيتور هما اللوجيك ديال الميكساج، حيت ودنيا كيكونوا متنفسين وكنسمع الصوت في الاسباس الحقيقي، ولكن خاصني ضروري نكون مقاد لاكوستيك في البلاصه اللي انايا كنسمع فيها، وخاص تكون البوزيسيون ديال لي مونيتور معايا انا تكون مقاده. وكاين فيديو اللي كنا ديجا شرحنا فيه البوزيسيون ديال لي مونيتور كيفاش خاصها تكون. ولا بغيت الميكسي بالكاسك غادي نحتاج كاسك اوفير باش كيبقاو عندي نفس الكونديسيون ودنيا متنفسين، وبحال هكا باش كنقدر ندي معايا الميكساج حتى للدار بلا ما ندي معايا لي مونيتور وبلي كونديسيون اللي هضرنا عليهم من قبيله. اما الكاسك فيرمي ما كيصلحش للميكساج حيت كيخلي لي فريكونس مخنوقين في ودني، ولكن كينفعني باش نقدر نصلح الديتاي اللي ما كيقدرش يتسمع بلي مونيتور. والحاجه المهمه اللي كيصلح ليها هو الريكورد، حيت ما كيخليش الصوت يخرج باش يعاود يتشد في الميكروفون. ايوا هيا في خبارك، لا عندك شي صاحبك ما في خباروش، بارطاجي معاه هاد لا فيديو. بيس.